هلا والله ومرحبا، اهلا ايلين، هلا والله. شاركوا بالقلب يا جماعه، اللي بيعطين ورد يعطين قلب. كبسوا يا جماعه كبسوا، الله يحييكم الله يحييكم، يا هلا بكم والله كلكم. القلب بعمله، القلب بعمله، ازين لي وازين لكم، يا هلا بكم. صباح النور والسرور، يا هلا. شكرا يا رؤى، شكرا يا رؤى، شكرا إيلين، شكرا لكم كلكم. اشتركت قبل شوي، الله يسعدك يكثر خيرك، جعل والديك بالجنة، يا هلا والله ومرحبا بالجميع. الزجاجة فيها ايه؟ هذه الزجاجة فيها حليب. له له له، وش هالقعدة الرومانسية؟ من ذوقك يا حبيب قلبي. شكرا يا رؤى، شكرا 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 على الورد. انت بايت من مبارح؟ لا مش بايت من مبارح، اي نعم. الله يحييكم، بشر عسي جانا خير، يلا الكل حمد في الارض رويانا، نحمد الله ونشكره. هلا هلا الجواء ناقصك وحيدة، وشلون يعني شلون حطبه واحد شاب، وفي في صغيرات من ورا، وانا مسوي اضافات يعني. بيشوف الشاهي بس يضبط الشاهي، خلاص يضبط الشاهي نبدا بالفطور. انا تازه، وشو تازه؟ يلا هذا الشاهي ها بيضبط، خلوه لين يفوح، قاعدين متحرينه شوي شوي. الشاهي أهم من الفطور. لا والله، بس علشان لأن الشاهي يأخذ وقت، فعشان نأخذنا شاهي حليب مع الفطور. حلالات من جات قهوة معك يا الحبيب، يا بعد رأسي والله، يا هلا والله ومرحبا، يا هلا والله ومسهلا. خلصت علينا الأجواء بالهنا والشفا على قلوبكم. شوفوا الجو، شو بتعمل انت يا اخي؟ انا بعمل فطور، بعمل فطور. الله الله الله، الشاهي الشاهي الشاهي، بسم الله، الشاهي 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 ضبط يا جماعة. شفتوا؟ يلا بناخذ الشاهي، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الشاهي فار، الشاهي طاش، الشاهي فاح، هذا هو، هذه الكمية المناسبة لهذا الإبريق. بسم الله، بنحط الشاهي ونحطه عند النار وخلاص إن شاء الله، خلاص قضينا. حيك يا مال الجنة يا علي، يا مال الجنة، حيك الله يعزك، يعز هالقطر قطري من الصورة، ونعم والف نعم، الله يكثر خيرك، الله يكثر خيرك، جعل والديك بالجنة. شكرا 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 من القلب، الله يكثر خيرك، تستاهلك خير، تستاهلون الطيب، تستاهلون الطيب، الله يكثر خيره ويزيده وجعل والديه بالجنة، جعلك تمد من زود يا علي، الله يعزك يا علي، يا مل الجنة يا علي، الله يرفع قدرك يا علي. بجيب المنديل يا جماعة عشان بس بمسح الطاوة، دقيقة بس شوي، ثواني بس.
علي يا علي، شوف يا علي، شوف شوف من حبي لكم شو انا مسوي. شوف ناظر، والله صدق يا علي، شوف 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 من حبي لكم شو انا مسوي. شوف زيتي، شوف وين، شوف زيت الزيتون حاط بهالعلبة. اي والله ما طر علي والله ولا اجدع هالقزاز. خلنا بنمسح الطاوة. بسم الله. دعواتك حلوة قالها العلي، دعوات حلوة قال الله يجزاه الجنة والدي. يلا بسم الله، أبي نبدأ بالفطور المتواضع. بسم الله. الفطور المعروف يعني من يقول يعني العصر إن شاء الله ما في بث. والله يا ابن الحلال على حسب المسكي، يعني ما عندي وقت محدد، ولا عندي يعني إذا والله حسيت الوقت مناسب ومروق وذا طلعت العصر على حسب يعني. شفتوا بسم الله، نبي كمية الزيت. يا مل الجنة، يا مل الجنة، يا مل الجنة، حياك يا علي، الله يكثر خيرك يا علي، الله يعزك يا علي، الله يعزك، جعل والديك في الجنة، الله يكثر خيرك، الله يسعد قلبك، الله يكثر، يا مل الجنة، يا مل الجنة، الله يكثر خيرك، تب 25، الله يعز وجعل والدي بالجنة ويكثر خيرك ويسعدك سعادة دائمة يا بعد راسي، ويعوضك ربي دبل ما أعطيت 100,000 مرة. يا الله يا رب يا كريم، والديك يسنى في، يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، الله يعزك، الله يعزك. لا أحد يلومنا بحبهم يا جماعة هالقطر، ونعم وألف نعم أقسم بالله. أقول لكم شيء، أقول لكم شيء يا جماعة، شفتوا يوم أروح حسنا اللي راحت، يوم أروح ما أدري في أحد بلبث يذكر ولا لا، تذكرون يوم أجي يوم أسافر القطر نهاية هشتة اللي راح، رجعت أنا من قطر كان معي وردة، كان معي وردة، تذكرون زرعتها، ما زرعتها بس يعني غرستها حطيتها هنا. عاد أنا من نهاية أشتري اللي راح ما جيت للمكان ذا، وتوي أجي هنا، ونعم عيال تميم والف نعم والله، وجيت لهالمكان. عاد والله أني كنت ناسية، يوم جيت قبل شوي كنت حاطة هنا، أنا شوفه موجود للحين، شوفه شوفه. تذكرون الوردة البيضة يا جماعة؟ شوفه من حطتي من نهاية أشتري اللي راح، شوفه إلى الحين. هذه جاية، هذه جاية من قطر دي. اي والله، والله منها من نهاية الشتاء اللي راح، ولا تحركت، ولا تحركت. نعم فيكم يا اهل السعودية، ما عليك زود، نعم بحالك، الله يعزك. يلا يلا نبي نفطر، نبي نفطر، نبي نفطر، الله يعزكم يعز علي. منور اخوي، النور نورك يا حبيب قلبي، اهلا بالمدير العام. يلا بسم الله. راح لا هين الرسمة عاد اكيد تروح. اعطونا نبي الكمية المناسبة، نبي الكمية المناسبة لل شو اسمه ال دعيلي شكرا يا المدير العام. أعطونا الكمية المناسبة للثلاث بيضات. يلا بسم الله. يكفي ملعقتين وشونك، ثلاث بيضات يا جماعة يكفي ولا تمام ولا زيد قصدي؟ ايش رايكم؟ يقولون كفاية. يلا كفاية كفاية، خل بس أسكر ذا لا ينكب الزيت.
ألا يا بعد رأسي يا علي يا شيخ، الله يعزك. الحين واحد يشتهي ما تتلصق. إيه إيه. يلا بسم الله، خلنا بنشب على النار، زيد شوي. لا لا، أحس إنه كافي صراحة، أحس إنه كافي. خلاص بيسبح، هذه تقول خلاص بيسبح البيض. اطقش اطقش البيض، تقول اطقش البيض. اول مره اسمع الكلمه دي، تقول اطقش البيض يعني اكسر البيض او افتح البيض، يعني تقول اطقش. من هذه اي لهجه، اي دوله ذي اطقش؟ افقش، حنا عندنا افقش. تو واحده تقول اطقش. يا زين جوك يا حبيب قلبي، والله من ذوقك الله يسعد قلبك. حنا نعرف افقش، حنا نعرف افقش. اطقش ما ادري وش ذي افقشة. يا تركي افقشة. اطقش تحس انه، تحس انها كلمة يعني شوي ناعمة. انتم مش تقولون يا جماعة، كل واحد يقول لنا بلهجته او بالدولة اللي هو به. يعني اذا جينا نبي نحط البيض، حنا نقول افقش البيض، افقش البيض او افقشة. انتم مش تقولون اكسر البيض حلو، اطرق ايش دعوة اطرق، اكسر اكسر، اكثركم اكسر يعني. افقش البيض، طق البيض، اطفق اطفق البيض. اوح لا صعبة ذي، اطفق اكسر. بسم الله، يلا يلا خلنا نبي نطقش ونبي نطرق. ولا توه خلا من جهز الزبالة تكرمون، علشان ما نحوس المكان. نبي نحوس، نبي نحط المكان دقيقة. حط الزبالة هنا عشان ما نوسخ المكان. عشان أكسر البيض وأحطه على طول. يلا بسم الله. بسم الله، لا لا مو بيض عيون، لا لا لا. أنا والله كنت ناوي أسوي شكشوكة يا جماعة، كنت ناوي أسوي شكشوكة بس ما ضبطت معي للأمانة، ما لقيت المحل. كان في محل متوقع أنه يفاتح الحين، بس تعرفون الصبح بدري، قلت يمكن يفتح على 8، فقلت يلا بيض المرة هذه. ولا كانت النية، بحط شطة، بحط شطة، بحط شطة، ما يحتاج ملح، بحط شطة عليه. فالشطة مالحة يا جماعة، فالشطة مالحة ما يحتاج. واني مطول النار أنا، خلق أقصر شوي، ما عندي جبن والله. حطيت الشاهي ياش. نبي نحط الحين شطة عليه ونبي نحرك،
بجرب الطريق هذي أنا كذا من رأسي طبعا طريقه. فلفل أسود من بحاط فلفل أسود بقدر عاط الساعة يجيب العطاسة فلفل الأسود. اطفي النار خلاص استوى طفى ذا من خالف. اصبر اصبر شوي اصبر راكم مستعجلين انتم. لا تستعجلون يا جماعه ان شاء الله لا تقلق لا تقلق سيصبح كل شيء على ما يرام. يلا اذا شفتوا فيلم اذا قال كذا قلت اوكي لا تقلق سيصبح كل شيء على ما يرام. انتم متنرفزين اكثر من عادي بسرعه طف النار سوي كذا ما عليكم ما عليكم الأمور كلها إن شاء الله تكون تحت السيطرة. أعطي شيء بسيط شفتوا الحين تقريبا شبه انتهينا. وش نجيب الخبز نجيب الخبز هذا الخبز شفتوا نعطيه قلبه واحدة بس خلاص الحين انتهينا تقريبا. شفتوا بسم الله خلاص الحين إن شاء الله جاهز. خلاص نخليه هنا شوي خلوه هنا شوي. بسم الله شهيتني نسيت أجيب السفرة خل بجيب السفرة سيبني كي شوية. صدقون إني ناسي مرة سكينه يا موني كاشت المرة اللي راحت بلبر حظ من بسم الله نجيب السفرة شفتوا هذه السفرة يا جماعة هذه سفرتنا عاد الأرض شوي مايلة الأرض شوي مايلة بس خلونا كذا كويس إن شاء الله. هذا البوني هذا الشاهي الشطة حلوة هنا بنجيب ال وين كاس الشاي هذا هو هذا كاس الشاي يلا بنحط التونة هنا. والله كنت بجيب مربى وعسل وكنت بجيب بس قلت يعني قلت بكثر ما راح أكل من كل شيء إلا شيء بسيط فهمتوا قصدي فقلت يكفي ذا. أكب زيتها شوي عسل ياكل عسلي هلا هلا يوم فكرت بنفس كذا اللي انت قلت فقلت ما يحتاج اجيب العسل وكذا قلت ممكن اجيب اكتفي بالمربى بدون العسل هلا لو اني علي يا شيخ. الله يعزه شفته بسم الله خلاص هذه التونه خلوها هنا عشان بعد شوي نشيل كل الاغراض. علي مين يدرون موجودين. يلا خلنا بجيب البيز
نجيب البيز نحطه هنا. بسم الله. يا أخوي ما أبي فلفل أسود يا أخوي، هذا من اليوم يكتب فلفل أسود فلفل أسود. يا أخوي أنا ما أبي، لو أبي والله بحط فلفل أسود، أنا ما أبي. شفته الحين نحط الحليب. جوالي آيفون، جوالي آيفون. بسم الله. هذا حليب، نحط لنا حليب وشاهي ونضبط الأمور. بسم الله. نفتح الحليب. بسم الله. هذه تقريبا كمية كافية. شفتوا؟ هش خلنا نجيب الشاهي. بسم الله. بسم